اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، نعوذ بالله من حال أهل النار. وحين كترني كتاب كني ألفية الحديث للحافظ العراقي ودرسي لحية الصدنات بإذن الله تعالى، وشيخ لي هاي رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا الله بعلومه في الدارين. كذلك المشهور أيضا قسموا لشهرة مطلقة كالمسلم من سلم الحديث والمقصور على المحدثين من مشهور قنوته بعد الركوع شهرا، ومنه ذو تواتر مستقر في طبقاته كمتن من كذب ففوق 60 رووه والعجب بأن من رواته العشرة، وخص بالأمرين فيما ذكره الشيخ عن بعضهم قلت بلاء مسحور الخفاف وابن مدة إلى عشرتهم رفع اليدين النصب ونيفوا عن 100 من كذب. وحن كترني غريبك يا عزيزك يا مشهورك، كذلك الصدى أن غريبك يا عزيزك بوقي بني أيا أيضا لقو النقية قسموا ويقيبيين المشهور مشهورك بيقيبيين لشهرة مطلقة، شهرة مطلقة كالمسلم من سلم الحديث يكمل الحديث، والمقصور يمد كقابا مشهور المقصور كقابا على المحدثين ومن مشهور مشهور ما حيث صالة وقال قنوته قنوت النبي قنوته صلى الله عليه وسلم بعد الركوع الركوع ذا قداشت شهراء بالأو قنوضي، ومنه حكم ذا مشهور كي ذو تواتر من تواترة تواتر كاسو مستقرا استقراء لغو اوغادي اي دبقل في طبقاته طبقات كي سودن لا دبقلي مركا، ومنه هدين وعلنا مشهورك وحي نقونا سا قول قولك لو وحي وعليين، ومنه حديث كالنبي وحا كمدا ذو تواتر من تواتر صاحبة او مستقرا استقراء لغو دبقلي في طبقاته طبقات كي سرنا الله استغراء لغو سميي، وذلك تساليه سنة كمتن من كذب حديث كمن كذب ليلة إعانك أي تصالوه، ففوق 60 رووه فرووه ويوريين الرواة ويوريين فوق 60 لحدا إنك بدن بكوريين، والعجب وحلياب له بأن من رواته روادي سوى حكمدا العشرة طبنك الله بلنك هذه الجنة المشهود لهم بالجنة أو المبشرين بالجنة، وخص والله خصيصي بالأمرين اللي بدأ الرموت والله بدأ ترد لحدا كبدا إيا طبنك ورين إيا أي حديث كان لغو خصيصي فيما سيدي ذكره الشيخي الشيخ ابن الصلاح عن بعد مسكو كسو ورين إيا علماء قار ويقول العلماء قار بايلي حديث كان الا بقى الريموت وانا حديثك على الله بوليي وحل احدا كبد انا واوري انا رواده الصحابه طبعا كينا وكشرا قلت وحنا انا هي حافظ العراقي بلا بلا قد جمع معه وحل وذاك سدي مسح الخفاف حديث مسح الخفاف وابن منده ابن مندنه الى عشرتهم طبعا كصحابي اي النصب والنسبي رفع اليدين كعمها أول قادة صلاة الله قادنا طبعاً كيبو نسبيين ونيفو ويدافيين عن 100 بقول بيدافيين من كذب حديث كمن كذب الله يدا بقول صحابي وحكى بدينين وريين أي علماء بيانيين. هل كان شيخ وحنا لي هاي حديث كمشهور كا وشلينا أينو حوغي كتلماني سيدا غريب كا أين هو بحنا غريب مطلق يا غريب نسبي أي مشهور كنا محل ورانيا مشهور مطلق يا مشهور نسبي مشهور مطلق وام حي وككشهر بين المحدثين وغيرهم من الفقهاء والأصوليين والنحويين واللغويين علماء أردن وحي كشهر وبي محل ورانيا مشهور مطلق صدا حديث كالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده حتى ما بين العلماء مع العامة ومشهور كمطلق أمرك وحوق بسمي الله مشهور له أصل يا مشهور ليس له أصل هل قصوق بسمي مرك مشهور ليس له أصل وحق لي وحلوحي حديث شهروبي
ee aan laakiin lahayn daliil lahayn oo mawduucaadka u badan iyo xadiista dhaafka iyo waxyeelaan asalka lahayn dadkuna ay iska wariyaane carabkooda ku kala qaataan ka maxaa la oranaya مشهور ليس له أصل إيه مشهور مطلق له أصل كان كمدا وهي حديث كني علماء عامبة نحضر ضواكوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وحكولوشرا مشهور نسبي ومعي بالنسبة إلى قوم معينين أي نحضر كوي هاي مشهور مثلا محدثين تأكتو ضواكوعا حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان رعل يدكوان محي هاين ولا بتشلب أو كمد بني سليم أو أهني منك وترشد الصحابة إلا يي صحابة اللي يقول لها يي الكل يقول لها يا أصحابتي اللي يقول لها يي رعل يدكوان بنو اللحيان قالوا يمكن لو رنت إلا يين أي أني منك أني أي كمد هاين وياه حديث كاسي سيبوك ياهي مشهور بين المحدثين وهو مشهور ياهي سليمان التيمي رحمة الله تعالى عليه ولقي أليه وحو كورين تري ست توصة أنس مالك حديث كلا كو خلافة يو وحو كورين يا سليمان التيمي أبي مجلس أبي مجلس نوحو كورين يا أنس مالك مركا هو حديث مشهورة وبين المحدثين إنه طريقة خلافي سليمان التيمي كور يا أنس ويمك سليمان يا أنس وحول حين يا أبي مجلس تابعي قوينا أن كان وحل ورنا يا مشهور نسبي ومنه وحكم دا منه دا وحفي عن إن لو عليو حديث كالنبي وايو ما حين حديث كقو علينا يا سكدي حنا حديث كقول علينا كرغا مشهوركو يا عزيزك يا غريبكو أحد بالسكولة وحي لقيب سيين قيب كيهين متواتر حديث النبي الله بوقي بسمية متواتر يا أحد مرك الشيء وشيء كسور كذا قيب كما هنكره إمام مولانا كرتا قلبيتكو بارو كتر سيين يا مورنس وايو وقسيمه وكيك صور كذي مركب مشهوركو يا عزيزك يا غريب كأحد بالسكولة أحد يا متواتر نوي سوك له هر كذا مركب علماء تريوا منه هو حكم من مشهورك دو تواتر لنعبي كي يجيانو مشهورك ما جعيس هو معي ومش شهروبي عام بحي متواتر كنا ومش كده بيجي مثل شهروبي حاجة معنوه بك أجانه حاجة قسمته كم يجي مركب واحد في عنا لو منه حديث كالنبي جواح كمدة ذو تواتر من تواتري واسكد بيمي وايه مركب مستقرة تواتركم حكوا صن هذا يا ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطوم على الكذب من مبدأ يستدل إلى منتهاه وأسند إلى أمر محصوص وحينوش يا جاي متواترك استغرابك في مادة طبقة والبوح اللي جاية إن كيراتي أنتي تواتر كين أنا كيرين سيدا وجد أما عددك حسابي أما شهرك حسابي يفر بدنانو إن طبقة والبلقي ما يلا ربا هدي هل طبقة أي كيراتي أنتي للربي حديث كمان غنية متواترة هنا غنية أحد هنا غنية أحد أحد كلام حاوق سرحية مشهور بنا غنية هل كيس كيس هو قليان هل كاسين هو غنية أما يسجد دواني اسم هو قليان متواتر كواح الله قيبين شري كتب تاني هو ركن مو قيبينينه متواتر لفظي يا متواتر معنوي متواتر لفظي وحبنا أذكرت يا آذانك إيه حديث كان من كذب علي متعمدا حديث النوع عاصم حال هذا المتواتر اللفظي متواتر معنوي له إريجا معناها أيوم با تواتري حديث كان تيس كلام تواترين مركا حديث كان من كذب علي متعمدا أي وحو لي هي أبو بكر البزار في مسندي حديث كان وحوريي أكثر من 40 صحابيا وحكبضا أفرت صحابي أوري ابن الجوزي شيخ وحوري رواه مركو لي يوتشي ابن الجوزي وحوري وحوريي وحلحدا كبضا بل وحوري هي ملك الوحوري فوق 90
وحنا نركي دون يدو اللي هي نيف فوق المئة حديث كهلكو فريستي وهلكا أبو بكر ابن مندي سقو عوري بقول إيا اللبا أيا الهلي سحابي ورني بقول إيا اللبا مركا اللفظي أسوى اللفظي عجيبة لبا الرمود بولي لبا دا الرمود بولي ومحي هورت عدد تضو لحدا كبدن باوريو صحابة أما لا تضواتنا ما صغاشنا ما بقول واي إيو طبانكي المشهود لهم بالجنة طبانكي صحابي الجنة اللوغو بشاري اي وضا قريش تاها اي اوريي لما انتو دو اوريي مركا وحو كسو ورين ابن الصلاح ولبدا قاركودين اي راهدين لبدا خاصية دوت كلي جيباله لحدا نكلي جيبا كبدا طبانكي صحابي الجنة اللوغو بشاري اينا كلي جيبا وريني لكن الحافظ العراقي وحلي مايا كلي جيبا حديث مسح على الخفين اسنا ولو ذا قايو تدوبات تنباوري حسن البصري محوري تدوبات سحابي أي يقول حديثي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين مرها ولا لي عدد كي لحدا ككبضنا طبعا كي روي كتران ابن عبد البربا حقيقي طبعا كي بين كتران المشهود لهم بالجنة إمام أحمد وحو حقيقي تدوبات إني وريه تكلمنا حقيقي ابن عبد البر يا غيرك الحافظ ابن منده يسوي الراعي حديث رفع اليدين في الصلاة صلاة النبي يقول قعما كرو قادي تري يدنا وحال وضي خاص يدبو ولا ودا كان عدد كينوا وريين هي طبعا كينوا كتشران او ابو عبد الله البخاري محمد بن اسماعيل البخاري كتابه كقري جزء رفع اليدين في الصلاة ونجي شلي شيئين كتاب كي مركي الله باري وحي النقدين فوق الخمسين دور إيا كنت صحابي أيا وري أن الحافظ الصخاوي وحيولي حدي الله سي باري لانا وحن هو بابولي إني سقاش نما بقل قاري لهي أن خلاصة محي نقطة عدد كا تضبات كدافة يا مليح دن كدافة يا إيا طبان كي اللو بشارية چندو صدح ده حديث فوهو ده أكسدين صدح لبضا صفوهو ده أكسدين من كذب علي إيا المسح على الخفين إيا رفع اليدين في الصلاة أن إنتا وحنو وشاقو كو قابي وحوة إيا قيبيه مشهورك إيا متواترك كذلك سدينو قيبيني غريبك أي المشهور مشهوركينا أيضا لقلنا قي قسموا أي قيبيين لشهرة مطلقة كالمسلم من سلم الحديث والمقصور يمد لقو قابي على المحدثين ومن مشهور مشهور قنوته با لقو قابي نبي قنوته صلوات ربي والسلام عليه بعد الركوع الركوع قداشد شهرا بالركوع بلو قنوضي ومنه وحكم ذا حديث كالنبي صلوات ربي وسلام عليه ذو تواتر من تواتر صاحبية تتابع اسك الدائمات مستقرا وكسونا ذا استقراء في طبقاته طبقات كي سوردن لا استقراء كمتني من كذب وذلك تسالي سنة كمتني وحديثك من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار ففوق ستين رووه ها ففوق ستين رووه وحوريي لحدا كبدا والعجب وحنا الله يابله بأن من رواته وحكمدا العشرة كتبا قرح قريان للعشرة يديكم حيدين قرأ للعشرة العشرة للعشرة ماذا كترتا هذا للعشرة رتنا ولا من توكيد للعشرة طبعا كي وحكمدا وخص وحلقو خصيصي بالأمرين اللي بدأ أرناء ترادا يت إيو عشرة دي فيما سيدي ذكره وشيغي الشيخ ابن صلاح عن بعد مكوري قلت وحنا ندانا هاي حافظ العراقي بلا اسكدا انو لقاري هاي ولا لو داقا يا لو داقا مسح الخفاف حديث مسح الخفاف وابن مندنا الى عشرتهم بون نصب ونسبي رفع اليدين ونيفوا وحي كبديين عن مئة بقول أي دافيين من كذب حديث كمن كذب علي متعمدا بقول بي دافيين قريب ألفاظ الحديث هل كنا وحن كجل إن ألفاظ حديث كغريب كأ حديث النبي جمر خلا رجعنا إيوه وحكاور من إياه ألفاظ غامضة بعيدة عن الفهم قموت كهكينه اشتراك لغوية
هكينو نقلي إريجا لبدلي أو شرعاتو أي بدشيو سيدي لغوية غاني لغا بدلي سيدا لفظ الإيمان يا لفظ الصلاة يا حلمي ده أما غريب كهكينو إري عصب وأن هرب اللو أقون سيدي نبي الهرج أي صحابة قروهين من الهرج الموت القتل القتل لها قفك أرديك آهي وليبا مركا حديثك قريبك لبران أيو وحوق يا مركا لورين أيو معناها لقورين أيو والنظر أو معمر خلف أول من صنف الغريب فيما نقل ثم تلا أبو عبيد واقتفى القتبي ثم حمد صنف فعن به ولا تخض بالظن ولا تقلد غير أهل الفن وخير ما فسرته بالوارد كالدخ بالدخان لابن صائد كذاك عند الترمذي والحاكم فسره الجماع وهو واهم والنظر شيخ لنا النظر بن الشميل أو معمر معمر بن مثنى خلف وخلاف أول من مدكي وهري وي صنف ألفي الغريب غريب كألفي فيما نقلوا أول من صنف الغريب فيما نقلوا النظر نظر وهري أو معمر خلف أي هذا خلف وخلاف لسوري ثم تلا وحكو حجي أبو عبيد القاسم بن السلام واقتفى واحد بقى ليسنا القتبي ثم داتنا حمد حمدنا صنف وصنفي افعن به اسكو هول اعتناء سميه وكد دال ولا تخذها كل احتين بنين بالظن ما لها كتين بنين ولا تقلدها كديان غير اهل الفن قل هذا فن انت قانم وياني عدك لها كديانين وخير ما شيء وحقوه ناسا فسرت هذا فسرته حديثك بالواردي حديثك لا صار وري أي ما لقوا فسره وذلك تساليسنا كالدخي دخي بالدخان الدخان لقوا فسره لابن صائدي ابن صائد لو قريي كذاك سيدا صوكلا عند الترمذي والحاكم فسره وحكو فسري الجماعة وهو واهم عند الجماعة كفسرتينا وواهم هو اسمه سيي هل كان وحشاك كهلا يا علم مهم ولا غريب الفاظ الحديث سيدا غريب القرآن بالله لو ألفي أي هل كان وحلو ألفي غريب الفاظ الحديث أن علماء إسلام كا وحي سويدين يعني يا إبا فري وجوه الرئي علم جن الحاكم أبو عبد الله يسقو حلي النظر ابن الشميل وعلامة وين أبو الحسن النظر ابن الشميل النحوي اللغوي هشام بن عروي حميد الطويلي أيو كوريا اسنو حويا نظر بن شميل إسحاق بن الراهوية وشيخ سوي مركا حاكم حليا نظر بن شميل أيو قهري أن علماء كان وحي الله مايا أبو عبيدة معمر بن مثنى أيو قهري رسول الله هاي طبري طبري سود كتك وحوية وحوجه الرئي أبو عبيدة معمر ابن المثنى أرنتوا نوى أذكت هاي الله مكلا رجع كرام حي علي لبدو دسكو حلي باي حي نظر من الشميل هي معمر ابن المثنى اسكو حلي باي حي مركا وحاون كلي لحقيقتين كرا إن اسكو حلي اسكو دلوائين لكن هبل باه الرئي وغلبة ظنيهم وحيقينوا لقى قاري كراي ما ترتو سيدا أولي هاي محب الدين الطبري يسقوا وحبس كوها بيوحولي وحوغور يا معلم معمر بن مثنى ابو عبيده وحنا كحيق النظر بن الشميل هذا انا وحكوسي حيي اسمعي امام كل لغويها عبد الملك بن قريب الاصمعي ايا كوسي حيي افراد كلا هلكا سو غشاي او يغنا فر بدن سي نينكا لا يرادو قاسم بن ثابت بن حزم عبد الغافر الفارسي رغ بدن با سو غلي اسحاق بن ابراهيم الحربي مركا وحا سو غلي ابو عبيد القاسم ابن السلام ابن السلام لم يقول الشدة مركز الشيخ أورنو أبو عبيدة وتأبو لي معمر المثنى كان دم نوم حي أبو عبيد بلا تأوي قاسم ابن السلام والله بدي بقول وحي كدم بيجي كتاب كي سنو كتاب هذا قيام بضم النقضي وحب حي غريب الحديث والآثار وحكو سيحي أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن محمد ابن قتيبة الدينوري شيخ أوكلي القتبي وابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري ابن قتيبة كتاب كيسة وحوغي أغلاطة أي الله قشة يا جاي إيه النقصان مركب حكو حي جاي حمد
حمد كان وايد، وحمد ابن محمد ابن إبراهيم الخطابي إمام كويناية أبو سليمان الخطابي وي أبو سليمان محسمي كتاب كيف ابن قتيبة وحيو كتقينه وزيادية أغلاطي إيا قلدات كينا وتسعيحي برغسي في عمبو يساقو الله فقري وحكو سيحي سمخشري كتابه بحياء الفائق في غريب الحديث أيها اللي أبو الفرج بن جوزي وحكو سيحي غريب القرآن والحديث سقو اسكدر يلا بضبا وحكو سيحي شيخ لنا هذا أبو محمد الهروي أحمد بن محمد الهروي ويسقون الله بده يسقي يوحى الغريبين في القرآن والحديث سنكتاب هذا في عن أو لي هاي كتاب هذا نافعة ابن قاضي شهبة وأماني وحوجد بيجي وآد يا آد يسوس حوري يوحى ليجيبه أبو السعادات ابن الأثير الجزري كتاب كيس الله يرضاه النهاية في غريبي الفادي الحديث الله أرنك روحى كهري يردن أي يسوس حوري كتاب كيس تقريبا isagoo todoba majalad ku daabacan ayaan hayaa laakiin waxa la ii sheegay tabacadii dambe in laga badiyay oo dhowr iyo toban la gaarsiiyay albuhim ardayga maxaa laga doonayaa kitaab shaamila inuu helo si fiican u cinaayeeyo facna bihi cinaaye wanaagsan sii walaa takhud bidanni malana ha iskaga dhex gelino xadiiska nebigu waa waxyi waxyina mala laguma galo maxaa lagu galaa macrifo iyo aqoon baa lagu galaa ولما وحكوسي راعي ولا تقلد غير اهل الفن علماء غريب كتقانا حاضم عليه هذه امام احمد لو يديي قولوا لي حديث كان نو شيخ مرسول يسالوا اصحاب الغريب امام احمد قول هذا غريب كتقانا ويدي انا هي ويدينينا اسمع عبالي ركورا الجار احق بسقبه بسقبه سين والغوري صاد والغوري مسؤول عن حديث النبي فصير ما يه لكن عربي سقب كواحد هذا الله سيق كريه كود جن وأنت اللي شجع يهون لكن معناه حكم بقنا يا إنه حديث النبي وحانه دليله هينين إسكجا معناه يه مركا قول هذا غريب كإن الله دوا فريستو أيا في عن يجوم حي اعتمادا علماء الغريب حي اعتمادا كو وحكو بادي اعتمادا وتفسير الحديث الغريب بالحديث سيد القرآن كما مرك الله فسره محلنا خير ما يفسر به القرآن والقرآن قرآن كواح لقوف فسره قرآن بقوف في عن حديث كواح لقوف فسرنا حديث بقوف في عن مرك حديث سنة الله لا فسره إسا فبها ونعمت حديث لواينا تفسير الصحابة أي الله الدنيا حديث تفسير الصحابة الله الحمد لله حديث تفسير الصحابة لوايو تفسير علماء الغريب علماء الغريب أي فسر يا صدق درجة ما درجة وجود من سواه حوي هدي له وياه يصدق إيه ظاهره علماء اللغة يقولوا عمر كان حلوري اللفظ كان ما هنا حديث فسري ما هنا صحابي فسري ما هنا علماء الغريب فسري إنه علية اللغة دي اللغة دي محل يقول أنت السدا سيد بالغو معنينا إلا إن بحكم صدق جاي قرآن كي حديث كبا بلسان عربي مبين إن حديث كحديث لغو فسره حديث ابن عمر الشيخان كورين ايان سيدة تغنان نبي صلوات ربي وسلام عليه حل قيسي واحد لنا راى ابن الصياد اما ابن الصايد ابن الصايد على ما ضب ذنبه كلوه داقي دجال وعبد الله بن عمر حفصي طب ذنبه وحي امن سنين انه دجال كي ويناي لفتيسي مركان النبي يقول لي سارين كيس وموك العدين ما لم بوصل لونتي isagoo hamhamleynaya iyo wax isku daboolay ayaa dadina hooyadii aragtay waa ibn Sa'id wa Muhammad suboodi nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam qad khabaatu laka khab'an fadkurhu xabaan kuu qariyey bal sheeg suri khabaata lidukh nabigu wuxuu qariyey yawma yaati to yawma taati samaa'u bidukhanin mubin dukhan buu qariyey amsa xaraf dukhan afar xaraf isna muxuu soo helay دخ لبو صاهلة تلت النبي جو قرتي إنه يهاي متشين كل شقيسته وتشين كل حبوس صار نفتا ما صار ده قاضي تو جو كله تو جو هدول سرق برد قاضي كم بقول معي برد بقول بودي هذا تربر كي كلو طف كل لكن عادي محوس ما يده ويحوا ده قاضي تلت إن بقول بودي نبي جو قرتي إنه يهاي إنه متشين لا شقيسته عمر خد دابا يدي أنديلو وحده هدول دجال كي يهينه لقوا بصل ليدي مايو هدا نوهين محد كديلي
تنسي الغيمي مركا الدخان حديث كعديو يعني النبي له يوم تأتي السماء بدخان مبين سيدا وجد با وحلقا شاقي الحاكم إنه يري الدخ هو الجماع وحنا النبي قوقري والدخ هو الجماعة كما إنه سود اللي شدي كما الله ما بهنا كل هذه حديث لها يو تفسير يا ها خلاص أبو سليمان الخضابي لفتي سوح يري الدخ نبت ينبت بين النخيل قل سواق الزمي أبو سليمان الخضابي دخو يري وجد يرو تمرتك نحبها أي النبي قوقري لكن لو تفسير بو لو تفسيره عن صائب حين مركا خلاصة واحد تهاي قريب كاين لبرتو أو لحفظيو طريقة أنا إن لقول راديو وحكش كي أحد العلماء وحوري علماء عجم تقار كم إذا حديث كي قدو الأخري يجري تتوح صمري حديث كي إذا سافرتم في الخصب فعدوا الطريق حقها وإذا سافرتم في الجدب فبادروا بها نقيها حداد سفرتان او اد حل برواقا سفرتان نيفكا حق اذا سي او حداتيا هيريني حدا حل اباره سفرتان فبادروا بها نقيها وحد لا دقدقتان انت دوخيد ودمان هوري او دافا دولكا او ميش ربتين نيفكا غارسيا تيتو خوري فبادروا بها نقبها سنورو سبح الله خرده سوري حديث كالكان لو قرايو النقب هو الطريق بين الجبلين نبا قلدي نقبها بوكو معنيي هذا نمحو سميي قلد كيبو معنيي ولا النقب طريق بين الجبلين تتروان قبصة وحن كله النقي وحوي النقي ومخا من حديث كي لورانين حديث أم زرع لا سمين فينتقى ولا سهل فيرتقى هدي بورتو أي دودين والله فولي لا هدو يا هاي مد قشلسنا ولا دونا لا يو ولا روحي لا العجفاء التي لا تنقي حديث كي ديدا يي اشياء دا على غود حي سنمحورنيا العجفاء ونيفك ويدا التي لا تنقي اي عن روح بكو هرين هاشي اما نيفك اللي غو سفري انت دوحي سبوحو دافا ويدولك او ترى مركا وين لو علي عدة تقاني نول بايونس كما عنايو ولا المراد به كذا وكذا ما ويا حوية وخوض وأول من صنف الغريب فيما نقل النضر أو معمر خلف والنضر وأول من عد كبات صنف ألفتاء الغريب فيما نقل سوريا النضر وي أو معمر خلف وخلاف ثم تلا واحد العبيد أبو عبيد القاسم بن السلام واقتفى واحد دبق عليه القطبي أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ثم حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي أبو سليمان صنف وألفي فعن به اسكد دال ولا تخذها كتين بنن بالظن ملاها كتين بنن ولا تقلدها الدبقل غير أهل الفن علماء الفن كانت غانا غريبك ونوحكت لقيسو عدك لها لقيسن وخير ما فسرته حديثك واحد كفر سرته واحد خير بدن بالوارد بالحديث الوارد كالدخي يفسر لو فسره بالدخان لابن سعيد كيلو قريه ابن سعيد كذاك سياسو كلا ثبت وحكو سغنادي عند الترمذي والحاكم فسره وحكو فسري الجماعه كذاك سدا ان لو فسره دخان اي ثبت كو سغنادي عند الترمذي والحاكم امام الحاكمنا فسره وحكو فسري الجماعه وهو واهم امام كسنه واسموسيي مسلسل الحديث ما توارد فيه الرواة واحدا فواحدا حال اللهم أو وصفا أو وصف سند كقولهم كلهم سمعت فتحت وقسمه إلى ثمان مثل وقل ما يسلم ضعف يحصل ومنه ذو نقص بقدع السلسلة كأوليه وبعض وصله مسلسل الحديث حديث كمسلسل كاهي ما هو حديث كتوارد أي اسكسوا لك درين فيه الرواة الرواة أي اسكسوا لك درين واحدا فواحدا من مد بيسوا لك درينه أي سوافقين حالا لهم حالة أي لي بيسوا لك درينه سوافقين أو وصفا أما تلمان أو وصف سند أما سند تلمانتي كقول كلهم لما انتودوا كلا يا وحي دادين سمعت فتحد وحمدوبي قولهم بامدوبي اما فعلهم بامدوبي فتحد ما وقع لهم وقسمه الا قيبيو الى ثمان ثمان لو قيبيو ايا مثل وقوعا وقلما ها
وحير أو ير يسلم إنه بدباده ضعفا ضعف إنه كبدباده يحصل كي مادة ومسلسل كي ومنه وحكم ده مسلسل كي ذو نقص من نسخان صاحبة بقدع السلسلة سلسلة ذو هنا يقعده أيكون نسخامي كأولية حديث كأولية ذا كجاركا وبعض بركودنا وصله واحد لي لكن لم يصح ما أصحين مسلسل كهرين صورني وحديث لما الرواة دورينيسا أي وحسك وافقين أما قول بيسك وافقين أما صفة يسك وافقين أما حالات بيسك وافقين مركا وانو نوعي بدنيا هاي الحاكم يسقو حلية هاي شيخنا تاغيري انسداد قيبوت لو قيبية استداد قيبوت ان لو قيبية ولو حاكم كالغو يرقب صدي قيبها قار حدنا إساقا قوة تفسيرية وقفية عن قيبتو قادو حولي سمعتو 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 أي لغو دورينية مركا دي سمعتو أي محيم مسلسل كويهين قول كا سمعتو وح قرائنا كبشرته وح كلو محل هذا اللهم صل على محمد إجازين كبشرته والسماع قيبت كل حيتان وحوي قم فصب علي الماء حتى أريك وضوء رسول الله وحكوت السلسلي كعب يها يغششب أنك بره ويسد النبي شيخ والبابار دي اسم حكولها بيها يغشب أنا أنك بره مرحبا صفادي قيبت كلا وحوي الفاد أداقة حدثنا أخبرنا أنبأنا كواصل الحاكم وحلي واسكو ضمت مرك حدثنا أنا قار لو قادم ما يخبرنا قار لو قادم ما يه الفاد صورنا هذا يسكو فقدو مسلسل بالوري لكن تاول جد يدو حليلي حدثنا أنا سيد مسلسل تهاي أخبرنا أنا سيد مسلسل تهاي أنبأنا أنا سيد مسلسل تهاي قيب تافرادو حوية إلا يد هذا فإن قيل لك من أنبأك بهذا من أمرك بهذا فقل أمرني به فلان شيخ البارد يصح كلها هذه لقول أياك أمري هي البي أمري ده وحنو عشان نغنية التسلسل بأخذ اللحية والنبي صلوات ربي وسلام عليه مركو هو رمي صحابي كركي سوق أبتي صحابي نمركو أردي هو رمي كركي سوق أبتي ميدو البام حسين يي حديث كوحي وريني استقوا قركي سايستا أما نوع اللي حادوا عدهن في يدي كعنتي دو كتري أن كترني كاكودي كان الله برد كعنتي دو كتر مايو تارد دو كترني نوع تدبادو حوي شهدت على فلان هبل بان قبتشو قوها سحابي محورين نبي كان قبتشو قوها صالح تابعين حورية سحابي كان قبتشو قوها أتباع تابعين محورية تابعين كان قبتشو قوها نبني كوكوريني قيبت وقد ميسانه والتشبيك الأيدي كعمها انت الله يارو إنسان لسوق ليو المهم صو خلاصيه صدحهم بيسوق صنو خنسا وصدح ذاو يدو كوش يغي حالا حالات كده حيسا إيو وصفا إيا قولا مركا وصفا محوقا بسميا وصف في الشخص ووصف في سند إن شخص قلت المال ليه قارة إيا إنو سند كتلمان قارا ليه مالك سند كي وحا كتلة حديث مسلسل بالعلماء حديث مسلسل بالمحدثين بالفقهاء حديث مسلسل باللغويين حديث رواية الآباء عن الأبناء أما رواية الأبناء عن الآباء أما رواية الأولية محن غنية أول ما حدثني به فلان كذا شيخ البانو يمو حديث كي كوبادو يبركنوها كي كلام حورانية شيخ البانو يمو حديث كي كوبادو إي بلابي إي بفركها كانوها مسلسل بالأولية لينا مسلسل بالأولية ومحن مسلسل كوية هاي وأول حديث فاتحة حتى بقى حديث كي مسلسل كام حوقة يسمي حتىنا من تسلسل كل ما يستري من مبدئه إلى آخره هي من مال حكو قاع وانتو حق ركص بالوضو أيو مال حكو قاع يا أما انتو مال حكى بالوضو أيو قبل قبل ده يمني لكن حقي هرورني تسلسل ملها كان أولية ذو كله وهي أولية ذو وحكص بلا ميا حديث كان الرحمون يرحمه الرحمن صفيان بن عيينة أيو قبل ميا وحي كهر يوردنا ما يلا هين تسلسل كا سفيان لقب بلابو سفيان بقى لو جوه ريسين يا يو لورين أول ما حدثني به الرحمون يرحمهم الرحمن أرد جنم حسمي
ardaygii ugu soo horeeyay u yimi ayuu ugu bilaabay ardaygii loogu bilaabay markuu sheekh noqdeysna ardaygiisii buu ku bilaabay tasalsul bil awwaliya xadiiska koobaad baa laga wada dhigay marka laakiin qodob cajiib inoogu daro waxa weeye inta badan tasalsulku ma asaxo waayo xadiisku xadiisadu la mid yihi xasan iyo saxiix iyo daciif uu yeeshaa laakiin qodobka tasalsulka ahee garhkuu hayay gacantuu hayay ergaasuu yidhi awal ma asaxa inta badan waayo dadku inay isku wada waafaqaan oo dad weliba siqaad isku wada waafaqaan waa baciid ducafaa soo dhexgelaya qaar ee iska samaysanaya soo dhexgelaya deetana inta badan tasalsulku daciif buu noqdaa laakiin faa'iidiisu maxay tilmaamaysaa faa'iidiisu waxa weeyaan waxay tilmaantaa sugid ninka xasuusan wixii uu sameeyey xadiiskiina wuu xasay ninka goobtii loogu xadiise garanaya xadiiskiina wuu xasay ninka ficilkii iyo xilligii iyo sifadii garanaya xadiiskiina inuu dayaca baciid maaha waxa weeyaan waa baciid oo waa fog tahay musalsal lxadiisi xadiiska musalsalka ahi way naga kharibeen wax kale musalsal u bixiyeen imika caamada hadday musalsal maqlaan ya anigoo markii ugu horreysay xadiis soo fadhiistay ee sheekh cusmaan yidhi waa fii riwaayatin riwaayaddii lagu geli jiray tiyaatarkan u qaato sheekh miyuu helay oo markii ugu soo horreysay fii riwaayatin markuu yidhi oo riwaayaddu halkan may soo gashaa marka ereyadu iyagoo ereyo diiniya ah ayaa inkaarqaba helaya deetana meel kale ayuu ula kacaya marka waa in la yidhaha wartiini ma waa tii asalka ahayd musalsal lxadiisi xadiiska musalsalka ahi ee isku taxani maa wixii tawaarada taxmay fiihi ruwaatu ruwaadu way isku lug dareen waaxidan fawaaxidan mid mid bay isugu waafaqeen xaalan lahum xaaladu gaara aw wasun ama sifo aw wasa sanad oo dee wasiga waa inagii kusoo maraynay nebigu wuxuu ku yidhi mucaad innii la uxibuka falaa tadacanna dubra kula salaatin an taquula allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadati mucaadna ardaygiisu saa ku yidhi ardayguna ardaygii kale ku yidhi nin walba ninka kale muxuu ku lahaa markuu xadiisayo innii la uxibuka waan ku jecelay beenna ma way qofka muslimka waa jeceshahay maxaad ku jeceshahay biislaamihi ka qowli kulluhum samictu fatexada waxa midoobay maa waqaca lahum waqasmuhu in loo qaybiyo ilaa thamaani sideed loo qaybiyaa muthulu ay amthalu isagaa ugu fiican in sideed loo qaybiyo waayahay waaye waqallamaa waxa yar oo yar yaslamu inuu badbaado dacfan dacf inuu ka badbaado dacfigaasoo yaxsul uu ku dhacaya wa minhu waxaa ka mid a musalsalkii duu naqsin mid nusqaana oo dhammaystirnayn muxuu ku nusqaamay biqadci silsila silsiladii baa in la jaro ka awaliyatin xadiiskii awaliyada oo meel dhexaynu ku kala go'o wa bacdun qaar baa wasala uu xidhiidhiyey wa huwa dacfun markay arkeen awaliyadu inay meel ka soo bilaabmayso ayay damceen inay xidhiidhiyaan asayda hebel hebelna saas u ahaa kanna saas u ahaa taasina qad yasugan maaha annaasikhu waalmansuukh wannaskhu rafcu shaarici saabiqa min axkaamihi bilaaxiqin wahwa qamin an yuctanaa bihi wa kaana shaafici daa cilmihi uma binasi shaarici aw saaxibin aw curifa taariikhu aw ujmica tarkan baana naskhu wara'aw dalaalata alijmaaci la naskha bih kalqatli fii raabicatin bishurbihi halkan wuxuu sheekhu kaga hadlayaa annaasikhu waalmansuukh xadiiska naasikha ah iyo xadiiska mansuukha ah naskhina alizaalatu waannaqlu baa laydhaa labada macnuu ku yimaadaa alizaala in la suuliyo la tirtiro waannaqlu iyo in la guuriyo labada macnaba uu ku yimaadaa innaa kunnaa nastansikhu maa kuntum tacmaluun maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw mithliha waannaskhu naskhigu rafcu shaarici allaha shaaricaha inuu qaado assaabiqa kii horreeyey oo min axkaamihi axkaamtiisa ka mid a bilaaxiqin mid dambe uu ku laalo oo axkaamta kii hore la laalo oo ku dambe la keeno wahwa cilmigani qaminun wuxuu u qalmaa an yuctanaa bihi in cinaayo la siiyo lagu dadaalaabuu u qalmaa wa kaana shaafici wuxuu ahaa daa cilmihi cilmigiisa mid aad u yaqaan buu ahaa uma dabeetana baana waa caddaaday naskhun beytka dambuu ku jira hadalka halkaa gelaya baana waxa caddaaday naskhun naskhigu wuxuu ku caddaaday binasi shaarici saasaad u laqbeynaysa markaad laqbeynayso soo maaratan beytka dambe ereyga ku jira
ثم انت كجدال بانا وعدادي نسخ النسخ وحكو عدادي بنص الشارعي شارع وعدية او صاحب اما صاحب عدية او عرف التاريخ تاريخ ذا الله اقول صدي او اجمع موالغو اجمعي تركا كتجتان كيسا لغو اجمعي ورأوا وي رأيين علمدو دلالة الاجماعي اجماع انو تصيو نسخ تصيو لن نسخ به اسقو وحينو نسخين ماها اجماع امور نسخين وكتصي وذلك تصالي سنة كالقتل وديلك الذيلو في رابعة من أفرادك بشربه خمر عبده وعبي انت أفراد لقدلو حديثك تلمامي آيات صالوة هل قوحك قال يا الناسخ والمنسوخ وعلم مهمة نينك آن علمي قانا قونيني مفسري كرو حديثك النبي صلوات ربي والسلام عليه من كفت وانك رمحي لي وحد عيسى حديث منسوخة أول الله علي إنو أحكامك لبحو ومدن أكوة أن يوحو شيئا سيدة أقول با علي بن أبي طالب نين حديث أيو لكل مي سيدة أنت أبو من أنت من بقولي سيدة أبو فلان سيدة أتعرف محكم الحديث أتعرف المحكم من المتشابه محكم كي متشابه ما يتغنى سيدة مايا سيدة أتعرف الناسخ والمنسوخ سيدة مايا سيدة أنت أبو اعرفوني أبو اعرفوني بالغلاء إقرت أيوي وكما منعوه حوري موانين كرتدو احنا مشي كرتدو ايو ما بك لقراني سي حديث كنبي كشقين ايا يكا ان شقين الا الله علي مركا وانا علمي كتب لقاء اللي في قف كان اللي دون يا انو عناية اولا يا هاي وايا نسخ محالة الى اما قرآن هان نقضاء من حديثه ورفع الشارع الهي وقاضي السابقة كهرية ومن احكامي احكام تكمدة باللاحق مدن بي رفع الشارع محابة حي بيانك حديث مجمله هذه لا بيانيه اما الشرط اللي كانوا رفع ماها ولا بيانيون واي هي شارع هذه لا قول كصحابكو هذول واحنا وانا ناسخ وحويان لقى يلي ما يمحي علي اجتهاد بعد عكرتين وساول لي بينما هذوك ولا هذو اللهم صل على محمد كنا كان كدم بيي سنهدو بيانين دونو ولا قادنيا وحكم ده بلاحق المركل اللي هي حكم دمبي ما بحي ما بسابق نهرت عفوا بسابق حكم هرية وينو يي البراءة الأصلية لا لدى إذا النسخ لما يرى البراءة الأصلية وقرانسا كل وصولك وصامر تاني مركز صلاة اللي واجبين أيو حكم ري صلاة الله أن وبراءة الأصلية بريبات كاهد مركز صون كل واجبين أيو صون الله أن وبراءة الأصلية براءة دي مركز الله له نسخ لما يرى اللي براءة ما يهين حكم خاص ما يهين واي وينو جرى حكم خاص وكهري بلاحق حكم كدم بي وينو الله لا حكم كدم بينا محاك كبحية عجزيك قفك دي مشهدو دنتاي نسخ ماها لقطة لقويا اما قعانتا قوضا نسخ ماها دي مكا قعانتا نوحكوية ما دان لا سمح الله ويسد يدي ماذا والله الله لا يدي ميالا مماريا ها ماذا يا يدي وحكوية ما ديني لكن آيدي ويسد محبوكوية كذلك قف كده انتي صلاة دي سي صوم كسمه تيسكي بقى قد انتي وين حكم كده بيا وحكى له كم ده بلاحق مركل اللي هي انتهاء وقته هدي شيء وقت يجي صرنا ماضو ويحكم شرع له والله بقى مد أبدية ولا قيامة صعونة يا يا مد وقت له سدا تزيه ده إيو وحلا يرد هذا اللهم صل على محمد قتل قتل الخنزير نبي عيسى مركو سودكو وحن نبي شيخ عليه الصلاة والسلام توفار كان هو الدليا تشيزية دي جبر كقال الله لقى قادنا وتشوتشينيا ميون نسخي ميون نسخين نبي عيسى ما نسخيو لكن وحن نبي سي شيخي إنه وقت الليل لا بدر حكم ما حي وقت كل لين إلا نبي عيسى مركو نبي عيسى ما دام حين غنيا حين غنيا قارن شقين بين غنيا مركو النسخ هو عين كاسو تعريف كاسو ليي وانا علمي ادي ادو مهمه الا برتو معول الإمام أحمد ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعية محكم كأيو مجمل كأيو مبين ك ناسخ يا منسوخ ما ننكر برنين إلى أن لفرسنا الإمام الشافعي وأدوك لفايدستين شافعنا وحولين ترى أحمد هذا حديث كي جاي قانه إيش حديث ك الصحي أنكر واقع
إمام شا أحمد نوح ورجل الشافعي بان غير أنا مجمل كيا مبين كيا محكم كيا مفصل متشابهة هي ناسخة منسوخة محل جوج هذا هدبه محل جوج هذا علبي كان أفرق ضبو شاقي كو بنص الشارعي هدي إلى هيب الشاقة من النبي الشاقه نبي قد يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم الأضاحي لأجل الدافة فالآن فكلوا وادخروا واهدوا كنت وحنها حالة نوشاقي إن مده الرئيسي كدمرو الدنبي إيو أقول صاحب صحابك صحابك الله بكالقات هدو صحابك ولا كنا كنا صخي وحدع كرتين اجتهاد كتاعيو إستقع قونتيسا يسدو واركيو والرأي لكن هذو كل هذا كان كن كدم بي والله قادنا يا وايو حكوا لدوين لباس من نوع اجتهاد من نوع إخبار اجتهاد محل ويا غني إنه مرة صايب نقضه مرة خاطي نقضه صما إخبار كل لكن رول يبينه باحتماله سحابي نوع رول وركي سنة لقمان نقضه كل دو سحابي كل هذا شيء غني استجد دم بي كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار محول أبي بن كعب كان أول الإسلام الماء من الماء ثم نسخ ولا نسخ يوم حاله نسخ إذا جلس بين شعابه الأربع فجاهدها هي وجب الغسل مركا هدوسا أو رمو ولا لغي سنة وطريقة دلبات أو عرف التاريخ مع التعارض لبا حديثة يسعاردي هدي لو قادة كي دنبيي كدنبيين وقادنا إنا كهرنا وكتب بشردي إنا ليس وفجين كريم سن مختلف الحديث كوارك دونه صدق ما جاه إنسان توقد ما يسوي حوين لقوا إجماعه إن حديث كاسي متروك يا هاي إجماعه وحمنا نسخه ويا إجماعه نسخ نوح وشري حل جين النبي قلنا والله صلوات ربي والسلام عليه إجماع نوح بالأوضي مرك النبي قل جاري هذا ولا قل بسمه سو جاري إجماعه وح النقانة يا علامة تصيصة إنه شرو دليل نسخه حديث كنا نعلم أن تبان سوقاتان حديث كورنا يا إذا شرب الخمر فجلدوه نقول دو خمر عبو كراعة ثم إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه صدح شر كراعة فإذا شرب الرابعة فاقتلوه مر أفراد كدو عبو دلا حديث كعلماء دو حيكون بيان شري إن علماء سكر عينا لقادني وحن قريب سنشري سبع علماء سكر عيان حديث كلام قادنا يو إلى أمرك الدنبوي عديي الإمام الصخاوي ابن حجر حديث كان نسخي ترمي دواوري وحورنا يا حديث كاسي قبيسة ابن الدعيب باورينا يا نبي قال الله كان يساق مرك ورسائيلي أوري مر أفراد كدلا أيا الله كان يمد مرك أفراد عبي مصوق راعي فعل كان نبي جاء مر أفراد كان لك راعي يا مرشنات كي مرلحات كي ولقيت بلق راعي أيا نسخي كي هرأ oo ki hore wuxuu ahaa markii umada laga afjaray oo umada markii laga afjaray maxaa la yiri ka mar afraad ku noqdaa saddex goorba lagu la saayiraya mar afraad kale ku maqantay markii wuxuu laga joogsadeena waa la nasaxay xukunku waa la laalay maxaa laga dhigay intu doonaba soo noqnoqdee in la karbaashin waxaad ku garan kartaa xadiiskii uu Khalid ibn Adali Khalid ibn Adali lacnatullahi alayh ma akthara ma yuta bihi ninka waa la soo wadaa une maxay cadeynaysa إن الله بشر يسدح شر لكينين مرر بدن لكيني مركا إجماع وحو تصا نسخ آيو تصا والنسخ الرفع الشارعي من السابق من أحكامه باللاحق وهو قمن وحكوها بويا يعتنى به لسكوها ولو وكان الشافعي ذا علمه علم بولها ثم ديتنا بانا وعداد نسخ وحكو عدادا بنسخ شارعي نبي قو عدايا أو صاحب أما صحابي عدايا أو عرف التاريخ تاريخ ذا أيا إلا قرتي مع التعارض بدون جمع أو أجمع تركن إلا قوي إجماعي ورأوا وحي أركين دلالة الإجماع إجماع إنه تصيو لن نسخ به وذلك تساليس كقتل ودليد في الرابعة مرة أفرادك بشربه عبيتانك وعبب لا يدي خمرك التصحيف والعسكري والطار قدني صنف فيما له بعض الرواة صحف في المتن كالصولي ستا غير شيئا ولي سنادي كابن الندر صحف فيه الطبري قال بدر بالباء والنقد ذا والنقد ذا لا وحو الشيخ يقول هل كان تصحيف التصحيف هرين صبرني وحويه وخضع كوي مادة قرالك أما أخرسك
يكون منيا أو إنك وسوق بين شرني تصحيف النظر وتصحيف السمع ما قال كايا إريجي سكالو قادنا يا أما إندها أيا سكالو قادنا يو مركزا سكال دن لوجو دواقيا أما سكال دن لوجو لوكوريا وحكلو صوب يريمك تصحيف معنا إريجو سيسي لكن معلوم بالقل ديا معنيه أيوبا ميل كلا لمرينا وحلو والعسكري أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري والدارقطني أبو الحسن الدارقطني صنف وألفين فيما بيبك ألفين له يسقب بعض الرواة الرواة قاركي صحف أي بدلين في المتن متن أي بدلين كالصولي أيها وحو بدل أبو بكر الصولي ستا بوحو بدلي غير شيئا بو بدلي أو الإسناد كابن الندوري صحف فيه واحد تصحيفي الطبري محمد بن جعفر بن جرير الطبري قال وحي لهدين قال وحي لده ألف قال في إطلاق بذر أيوري بالباء ونقد دالا دالا ونقدي وأطلق التصحيف التصحيف كأي أبحيين فيما كيب أبحيين ظهر مغضة كقوله قولك ويري احتجم ما كان احتجر وواصل واصل بعاصم عاصم لقب بدله والأحدب أحدبنا بأحوال لقب بدله تصحيف سمعين لقبوا لقبوا كنا نيسين تصحيف سمعين وصحف المعنى معناها يو تصحيفي إمام عنزة ظن وحوقاتي القبيل قبيلك بحديث العنزة حديثك عنزة أي قبيل قاتي وبعضهم بركودنا ظن وحوقاتي سكون نونه نونتي سئل سكوننا يو عنز لورنا يو فقال وحوري شاتن نف أري أيوب دليبا خاب في ظنونه ظنونتي سيهم ملاي سينا وكوكول درستي أن أبو أحمد الحسن ابن عبد الله ابن سعيد العسكري شيخ اللغويين والأدبيين وأردقي أبو بكر بن الدريد يا أخفش شيخ كتاب في عمبو كوكوري تصحيف بحيي وحكلو كقري أبو الحسن الدارقطني كتاب كقرين دعدوين بدنا ودعين علماء قارنا قلدات كسوا كيمي قلدكم ما تصيع الميران ما تصيع قبل صلى بين آدم بالوي حق قلدمي أسي قلدن وآخري أضاب يابي هشام بن عروة هشام بن عروة بن الزبير أي حديث كيها تعين ضائعا أولي ضائعا ما هي تعين صانعا وضاد كيف كدغي صاد همسه هنا نون حي صوب بعده تعين والعاون صانع اني وحسمينيا لبد وي سارره تعين ضايعا مد لمي با ايات او ان بدي حد كو عاونيسا يا انا تلمانتو نينك ان بدي عاونتي سو ماي وانا تلمانتو ترى ود لونتي وا هلكا يا هلكا تعين صانع انه مد لرفنيا ان ادو هاجاجتو و خي صنعيني او اد كو دانتو مد غاري ميل كغه خماداي او مكانيتو هاجاجتو مد ادو نجارا و غرغرايتو و روحان و خريبيسا كان لبدا با وا كو سارو لكن سغه و خو قاتاي صانع ان اني تاهي وكيع او كله وكيع ابن الجراح امام كي شافعي معلم كي ساها و خو سومري حديث كي اها لعن الرسول صلى الله عليه وسلم قوما يشققون الخطب يا قولين كخطبة مركة هذلا يعني أفك كلو واحد هذا الله ديسك دون دونه إيه بلا بلا ديسك دجا أيو نيجو نعذلي تتوح الورسا ما هي خطبة والحطب كو حافظة تشحها تصل يا أبي وحافظ محله جديد نيجو حمام نعذلي كو حافظة تشحها الخطب خادم بوك دجا الحطب مركة ما تلمام سلي دشوا ما نتلمام سعي الميراني آدم أيه تلمام سا أو بكر الصولي سقوه السمائي مساج كونه دمشق أيوك قبتي سماء وحي لورن شري إملاء هنيك صبرنا إملاء جا نك عالم كهوا الله قبنا شري وسود يا الجروبة والس إللي أرتاس قبته لسوي مدة يسقوه سل ياب لا أوضة أيوم بدأ وين تي بين عدن كي أيوم بوري من صام رمضان ثم أتبع شيئا من شوال حنا قلنا سمعنا إيدو وحون شوال الرعية مري الله با حديثنا محوها ستا من شوال تصحيف أكو دعي مركا عليك تصحيف النظر هذا إيجي إني شهادة ناي وحكى الآخر ده تصحيف ما رواه دعاء أو محمد بن جعفر بن جرير الطبري شيخ المفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والمفسرين والمؤرخين تاريخ ده يا تفسير كا يوم حلا هذا فقه مذهب أبو الله يا قراءاتك
أفر علمين بنبروكوها حدنا نينك الله يراده ابن البدر ابن الندر ابن الندر محبعي ابن البدر ضادينا ودبعي كل هذا التصحيف. والعسكري وحكى الله مدى محمد المثنى أبو موسى اسمه عوري شيعة شاتن تيعر وإن يكون سمر إنه مسلم كا شاتن نيف عريا أو تيعر عيسى هل كي يأذن بكو بدل النون تنعر بود بوديسا شاتن تنعر صلى الله عليه وسيبو تونك وقوسة وبد بوديسا به مر كان نون كان خطأ محل قوسة علية يأدي تيعر وعيسى ينقنسا. والعسكري والطارق قدني صنف فيما له بعض الرواة صحف في المتن متنك أيقيمنا يا تصحيفك كالصولي ستا غير وحو بدل شيئا أو الإسنادي كابن الندوري صحف واحد تصحيفي فيه الطبري قال وحو يري بذر بالباء ونقد ذالا. وأطلق التصحيف فيما ظهر تصحيف النظر بقى لبحيي وحي موضة كقوله يري احتجم مكان احتجر طوانيكي صمرني احتجر النبي في المسجد باهت نبي مساجد كايو كسم يستي قال الله دير او كعت كافو اي حديث كوها نبا محوري احتجم راديو بو بدلي ميم لكن دي علماء دي هالشيء ولا دبا تجي ولا تصحيحي. وواصل بعاصم مقعد سود دونا تصحيف اكو دعا عاصم يا واصل ويسكو وزني احدب يا احول هو واصل الاحدب يا عاصم الأحول ساسي كليين حديث كي عاصم الأحول واصل لحد بالغ دقي حديث كي واصل لحد ابنه عاصم الأحول بالغ دقي وتصحيف تصحيف السمع لقبو وحي كنا نسين تصحيف السمع نكتا يا تصحيف سمعين سو قال سمعين سا وصحف المعنى معنيه نوح بدلي إمام عنسة نك لا إمام عنسة لقونا نسي أيا بدلي أو وحلا إذا هذا أبو محمد أبو موسى محمد بن المثنى أحد الشيوخ الأئمة الستة لحد كتاب علماء ذي ذا أي معلم نيه هذا أنا حديث كانوا صامري أن النبي صلى الله عليه وسلم نصلى إلى عنزة نبي يقول عود كذي مرتين مرتين يربو نبي يقول كتاي سطر كذي كتاي كارها مركو نبي يقول بنان كتاعو إيه كذي تاعو مركو يسستو مرتين يربو تاعي تري تيتنا عود كن تري مرتين كا إسنا وحوقة قبيلك أو ده الشيخ أنا قبيلك أصوها يو إنك يا عربتنا قبيلك هو وينكو بدي تتوحر إن نحن قوم لنا شرف أنا قوي إن قوم شرف لم يدان وقين صلى إلينا رسول الله رسولك حق يقصد كذي مثلا يقولوا وركالي تي قبيل ماها إيوا عنزد ومرشن كيرا ما شاء الله ركتو كاسوه سمي تصحيف قبيل بومودي نينك لنا عنزت أيومبو عن زيد عن زا حين غطي يا إلى عنزة عفوا عن زا واحد تيهرة ومرشنك إلى عنزة وروي تتنوع بدل شات معنى إنه بدل عوري إلى شات صلى النبي إلى شات النبي عود كذي نفعل حقي لبضوا وتصحيف لبضوا وتصحيف عن زا ومرشن ونجي هروش نمر كمر نكتب ظهارة مرشي النبي يقول حقوق هذا انتري صدح حرموت إنه لوكا كوب بضليه هل كوكو كاتشيو إيه أنتو مرة كده دو إنه سكو قرية هذا نجيل لهين مرة كده ده يا تتنادت كي كقرية نسا هاد عمر كده دو إنه سنة استنا وحكا دجان إياه تي هذا يبقى هل يحكوري ما دنا ينوع ده كده نسكو جوابيه. وأطلق التصحيف فيما ظهر كقول احتجم مكان احتجر وواصل بعاصم ولحدب بأحوال بكبدل تصحيف سمع لقبو لقبو حيكون نسين تصحيف سمع قالت كحاجة دكت كي مادة. وصحف المعنى معنيه ببدل إمام عنزة نكال إرادة محمد المثنى الحافظ محمد المثنى ابن دينار العنزي أبو موسى البصري وحو يري ظن القبيلة قبيل كأيوب مودي بحديث العنزة حديث كعنزة ده وحو مودي قبيل كي وبعضهم بركودنا ظن وحو مودي سكون نوني نون تين لا سكوننا يو فقال شاتا خاب واكو قلدمي واكو قلدرستي في ظنونه ملا يوغي سنة واكو قلدرستي توقع عجيب سنة أما وحي لا عجيب كان وحكم ذا أبو سليمان الخضابي علماء سقار بوكوري حديث كياها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة
نبي وحو ديدي التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة تحليق هو حلقة ديسيقة تدك انت حلقة تميان صلاة كهر إني قوبة قوبة سميان أي نبي ديدي سنو حوقة تحيرشو سنو أفرتن سنو صلاة كهر ما نحيران جمعها وأي نبي التحليق بو ديدي تحليق حيرشو ما هي هو حلقة دين لسميان ninkii ugu qosolka badnaana wuxuu ahaa nin baa wuxuu yiri waxaan arkay nin isagoo weysaysanaya bariga dhaqdhaqaajinaya yaa taa waxaan waru sidee markaas uu hadiis baan arkayo anna nabi sallallahu alayhi wasallam kaana ida tawada xaraka khatamahu khatam bay dabada yiraahdaan tan ninkii uu sidaa la weysaysanaya san ku warmiyad waalatay war khatamka la sheegay waa kaatunki nabigu suubiyaha u gaarsiiyo ayu gaarsiinay isna wuxuu haysta in marka waa waxyeelaha keenaya ee loo leeyahay xadiiska ilaa sheekhu yalato haiska akhirsan inoo macnaha kala bixin ilaahay waxaanu weydiisanaa cilmina fi amal saliha ma kamid tahay dadweynaha faraha badan ee ku xiran channelada warbaahinta nolosha islaamka sida youtube ka facebook ka twitter ka instagram ta iyo tiktok ga nagala qayb qaado siifidinta daacwada islaamka hamigayguna waa inaan daacwada islaamka waqti iyo maal aanu gelino warbaahinta nolosha islaamka